اهلا وسهلا فيكم بالدرس الثاني الجزء الاول. هلا الدرس الثاني نحن رح نتعرف فيه على اهم الشركات الرائده بمجال الشبكات. طبعا اهم شركه وتقريبا لا يعلى عليها بقصص التجهيزات الشبكه البنيه التحتيه للشبكه هي السيسكو اوروبيا، في عنا هواوي الصينيه، عنا فريكوم كمان اوروبي، دي لينك صيني، وفي عندي كمان كتير أنواع تانية بس تقريبا هدلون هن المشهورين حاليا وخاصة بسوريا. سيسكو مشهورة عالميا، يعني مثل ما قلت لكم لا يعلى عليها من ناحية السويتشات والراوترات والفيروول وقصص التجهيزات الأساسية للشبكة. سيسكو هذا شعاره، رح نحكي عليها نحنا طبعا بالتفصيل، رح نخوض فيها بالتفصيل بكل تجهيزاتها، شلون بينشغل عليها، شلون بدي برمج انا تجهيزات سيسكو، شلون بدي اوصلهم مع بعضهم، كل هاي نحنا جايين عليها ان شاء الله بتتمه الورشه تبعنا كامله. اللي رح اطلبه منكم انه بدي اعرف سبب تسميه سيسكو بهذا الاسم والشعار تبعها، يعني هي من باب فقط انه يعني باب انه نحن نعرف شو هي سيسكو، يعني طالما نحن حندرسها. طبعا هون مثل ما شايفين هاي الصوره ورجتكم اياها من قبل، هي عباره عن 5 سويتشات سيسكو رح نتعرف عليه هون بالمرات الجايه ان شاء الله. عندنا هواوي، هي شركه صينيه مختصه مو بس فقط بالشبكات وبتجهيزات الشبكه، حتى بالاتصالات بالتليكومنيكيشن وخاصه بالابراج الخلويه، وهذا يعني تجهيزات هواوي مستخدمة بسوريا بموضوع الأبراج. فيها سويتشات، فيها راوترات طبعا، وفيها حتى هواتف ذكية هواوي، وحتى عم تسعى لأنه هي تدخل على سوق الهواتف الذكية وأنه تدخل المنافسة. مثل ما قلت لكم أنه هي شركة صينية. هلأ ثريكوم هي شركة أوروبية كمان مختصة بتجهيزات الشبكة، كانت كتير شركة رائدة بس لما دخلت سيسكو على الخط غطت على كل شيء. ثريكوم إلى نظام تشغيل طبعا مختلف عن سيسكو، هو طبعا تعليمات، أكيد كله تعليمات، بينكتب تعليمات كتابة، ولكن مختلف عن سيسكو اختلاف كامل، حتى تعليماته مختلفة عن سيسكو. دي لينك هي شركة صينية حاليا عم تتخصص، كانت بالأول هي متخصصة فقط براوترات الوايرلس الأكسس بوينت أو كراوتر ADSL، حاليا عم تنتج سويتشات وكمان سويتشات وراوترات، حتى سويتشات ضخمة ككور سويتش، يعني الكور المركزي، يعني أقصد بالكور سويتش بالمبدل المركزي. الدي لينك نظام التعامل معه، نظام التشغيل تبعه جدا مطابق لسيسكو، حتى هو كوبي عنه، يعني حتى التعليمات نفسها يلي بيدخل على الدي لينك حتى يعمله برمجة رح بيلاقي حيتعامل معه كأنه عم يتعامل مع سيسكو. طبعا جودته أقل بكتير من سيسكو، سيسكو لا يعلى عليه.